أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من قناة زومسا تي في بطنجة. احتج عدد من المواطنين بالعرائش يوم أمس الجمعة بساحة المنوزي إثر دعوة لنشطاء على الفيسبوك تدعو إلى الاحتجاج على ما أسموه بالفساد، كما طالبوا برحيل الفوري لعبد الإله أحسسن رئيس بلدية العرائش الذي سبق له أن تولى تسيير المدينة لمدة 12 سنة. لقي 107 أشخاص مسرعهم وأصيب 238 آخرين منهم مغربيان يوم أمس بحادث سقوط رافعة في الحرم المكي أثناء تواجد كثيف لحجاج بيت الله الحرام في المكان. يأتي هذا الحادث في الوقت الذي يستعد فيه مئات الآلاف من المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء فريضة الحج في وقت لاحق من الشهر الجاري. أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ضمن بلاغ له عن تفكيكه لخلية جديدة تتكون من 5 أشخاص يشتبه في تحركها ضمن أنشطة إرهابية. وأضاف المكتب أن العملية الجديدة تأتي في إطار التصدي الاستباقي للخطر الإرهابي وأنها تمت بناء على معلومة دقيقة. رياضيا، عزز فريق اتحاد طنجة لكرة القدم أمس الجمعة كتيبته بالمدافع الدولي المغربي عبد الفتاح بوخريس بموجب عقد يمتد لسنة قابلة للتجديد حسب ما أعلنت عنه إدارة النادي. وسبق لعبد الفتاح بوخريس أن لعب لمجموعة من الأندية الوطنية أبرزها الفتح الرباطي الذي فاز معه بكأس العرش وبطولة الاتحاد الأفريقي قبل أن يحط الرحال بالرجاء البيضاوي والذي حقق معه لقب البطولة الاحترافية. عرفت المباراة التي جمعت أمس الجمعة بين فريقي باريس سان جيرمان وبوردو الفرنسيين شجارا عنيفا بين لاعب باريس سان جيرمان الأوروغوياني إديسون كافاني ولاعب بوردو الفرنسي نيكولاس موريس بيلاي. وبعد انتهاء اللقاء الذي أجري على ملعب حديقة الأمراء بباريس بنتيجة التعادل هدفان في كل شبكة وقعت مشاحنات بين كافاني وبيلاي نتج عنها بعد ذلك اشتباك بالأيدي وشجار عنيف جعل الحكم واللاعبين يتدخلون لحل النزاع بين اللاعبين. في الشأن الفني، يصدر الستار اليوم على النسخة الرابعة لمهرجان السينما الاجتماعية الذي ينظم من طرف شبكة طنجة زوم والذي تقام فعاليته بسينما الريف. المهرجان يفتح المجال للشباب الهاوي لعرض إبداعاته في مجال تصوير الأفلام القصيرة بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الورشات التكوينية في مجال السمعي البصري لشباب المدينة وأحيائها قصد إنتاج أعمال سينمائية ذات رسالة اجتماعية وتربوية. بهذا الخبر للموجز في رعاية الله.